ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. الحياة مفاجآت يا مدام. قال شو طلع جون كيري لابس نفس الجراف اللي لبسه بهدنة جنيف لما اجتمع مع لافروف. هيك صارت الأخبار، وهلأ بيكبر راس جون وبيصير معه جنون العظمة إنه ليك الجماهير مهتمة حتى بأواعي، وهو اللي ما كانت أمه تقيمه من أرضه ليك، وصاروا تصور، صاروا يحكوا عن جرافيتة ابنك يا مدام. بتعرفي إنه الاجتماع كان مشان يعملوا هدنة بسوريا هو ولافروف رفيقه الروسي، تذكرتي؟ إيه هو بذاته السئيل الروسي أبو النظارات. أبو ضحكت عن زين إن شاء الله، على فكرة ضحكته بتشبه ضحكة ابنك، الله لا يخلي لك إياه، يعدمنا إياه بجاه كل هالأيام الفضيلة اللي عم نعيشها. خوفتك مو هيك؟ لا تأخذيني مدام، بس والله أنا حرمة سورية، هيك دار فيني الزمان وشلفني على أوروبا وحياتك، لا باسبور ولا فيزا ولا حتى أذن دخول. هيك فجأة طلع بمخي وقلت له لأبو الأولاد إنه يجيب الأولاد ويخلينا نعمل بقى سياحة لبرات البلد. إيه مل قلبنا من البدروسية وراس البسيط. المهم مالك بالطويلة يا مدام، يعدمك إياه إن شاء الله اليوم قبل بكرة، بس لا تفكرين رجعنا لنصيف البدروسية، لا، من هنيك كملنا وفركناها، قصدي دخلنا لتركيا، إيه بدون جواز سفر، كان معنا واحد بعتته الدولة التركية ليستقبلنا وفوتنا من طريق خاص، قام بخششنا بكم 100 دولار، بس احمدي ربك مو الكل إجوا معنا، ولا كنا دفعنا له اللي فوقنا واللي تحتنا، ضلوا 5 هنيك، لا 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 ما صار لهم شيء، لا تحكي همهم مدام، بس ناموا، وهن نومهم تقيل ولادي بعرفهم، لبين ما أبعتهم كنت على المدرسة كانت روحي تطلع، المهم شو بدك بالحكي، انبسطنا بتركيا والله رخيصة وكويسة، وشفنا عنتاب وشفنا ميرسين، وبعدين حملنا حالنا وشاركنا بسباق البلومات. برنامج ترفيهي كان عاملينه النفرات، صحيح نسيت قلك انه هني كل اللي بيشاركوا بمسابقات مفتاح اوروبا بيسموه النفرات، المهرب هو الكل بالكل، بس هو مثل الجندي المجهول ما بيربح جوائز، نحن النفرات بس بنربح، بدك تقولي هو منظم الحفلات هي، بقى اللي بيوصل بيوصل بيربح اوروبا بيربح عيشته، الجوائز عينية مثل ما انك شايفة، وفي منا سباق سيارات وأقواها سباق بلغاريا الوعر، هنيك حاطين واحد يتصيد بالنفرات مثل ما هون بيتصيدوا البنكيمونات. اي والله الله وكيلك كتير بيسلي هالسباق، خاصة انه اللي بيشارك فيه ما بيخسر كل شيء، مو مثل السباق المائي تبع اليخوت والبلمات، هداك يا بتخسر كل شيء يا رجلك بتطب اليونان. هلأ النفر الجوي بيشارك بسباق الطيارات الموشراعية، ويا بينفد يا بيرجع، ما فيها شيء غير لحظات الخزي والعار قدام البشر العاديين بالمطار. والله انه القعدة معك بتسلي، يعني لو تقعدي لك يومين كمان بأوروبا بحكي لك شلون مرقنا بمقدونيا وصربيا والمجر. ايه نفسها هنغاريا، برافو عليكي، ليكك بتعرفي والله ما بيغيب عنك شيء، تعرفي نحن ضلينا كم سنة ما بنعرف هالشي، لولا انه النفرات تثقف وفجأة بهالمسابقة، لك انا مستغربة من نفسي انه شلون صرت مثقفة ومطلعة وصرت اعرف ابنك ورفيقه لافروف، يعني ما كنت متخيلة بحياتي اني اعرف هيك عالم، بقى شو اللي صار وصرنا نعرف كل هالشغلات ما بعرف. الحياة يا مدام مفاجآت. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.